أهلا بكم إلى هذه الجولة عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم، والتي نبدأها بجريدة اليوم المغربية التي قالت إن وزارة الصحة تراهن على تأهيل منظومة التكوين واعتماد الرقمنة، وذلك لضمان تدبير مثالي للموارد البشرية بالقطاع الصحي خلال سنتي 2021-2022، سيما من خلال الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لتكوين الممرضين وتقني الصحة بالمعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة والمعاهد التابعة لوزارة الصحة. إلى جريدة العلم التي أفادت بأن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس احتلت الرتبة الأولى وطنيا وفقا لآخر تصنيف لأفضل الجامعات الفتية عمرها أقل من 50 عاما وفق تصنيف تايمز هاير إديوكيشن، وجاءت جامعة فاس متبوعة في هذا التصنيف بجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة بن طفيل بالقنيطرة، ثم جامعة القاضي عياد بمراكش. ونختم جولتنا بجريدة رسالة الأمة التي كتبت أنه خلال 3 أشهر فقط المغاربة تحدثوا عبر الهاتف المتنقل حوالي 14 مليار دقيقة وفق بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تكتب الصحيفة.